اليوم غادي نوجدوا ثلاثه انواع العصائر من البنان. اول حاجه غادي نحتاج البلندر، غادي نطحن فيه جميع العصائر. صراحه هذا البلندر كينفع بزاف خصوصا في هذا رمضان، ما يمكنش ما يكونش في الدار. لنصحكم ان السوائل كيكونوا هما الاولين. ناخذ عصير ديال الليمون، بسم الله، غادي ناخذ الاناناس، سبق لي قطعته ونقيته، البنان، حليب مركز محلى. صراحه كيلتد هذا، كيعطي واحد اللذه، يا سلام. وغادي نحتاج بطبيعه الحال الثلج. وبالنسبه اللي ما عندوش لي كلاصو يقدر يدير البنان، هو جامد. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش البلندر فيها التقنيه ديال السموتي، يقدروا يديروا السوائل هما الاولين على الثلج. اطحن. العصير ديالنا وجد كما شفتوا، راه حضرناه في 5 دقائق. بسم الله. وبالنسبه للعصير الثاني غادي نحتاجوا البنان. كما شفتوا البنان هو العنصر الاساسي في هذه الحلقه. الياغورت، ياغورت طبيعي طبيعه الحال. غنديروا 3 ديال التمرات، حجم كبير. غادي نديروا اللوز وشويه ديال القرقع. والشوفان، الشوفان صراحه زوين بزاف، للسحور ولا الفطور، فيه بزاف ديال المنافع. وغادي نديروا شويه ديال الحليب. والعسل. اطحن. هالعصير ديالنا وجد، الى لاحظتوا وجدناه في اقل من 5 دقائق. اللي كتعرفوا ان الشوفان فيه بزاف ديال الفوائد، ولكن حاولوا تكونسوميو في رمضان لان كيخليكم شبعانين ويعطيكم القوه.